في رسالة أمنية واضحة لتركيا، استهدف الإرهاب إحدى أبرز المناطق السياحية في قلب إسطنبول النابض، فضرب صباحاً منطقة المسلة المصرية في حديقة مسجد السلطان أحمد، وهي منطقة سياحية تحمل رمزية تاريخية واقتصادية. التفجير الضخم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الساعة سقط بنتيجته 10 قتلى و15 جريحا وفق ما أعلن مكتب محافظ إسطنبول، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف والفرق الطبية إلى الساحة القريبة من المسجد الأزرق ومتحف آيا صوفيا في منطقة تجتذب كثيرا من السياح. وذكر مسؤولون أن من بين الجرحى 6 سياح ألمان ونرويجي وسائح من البيرو. وفي حين لم يتضح سبب التفجير، سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاتهام، فقال إن انتحارياً سورياً هو المسؤول عن تفجير إسطنبول. وفي كلمة من القصر الرئاسي في أنقرة، رأى أردوغان أن تركيا هي الهدف الأول لكل الجماعات الإرهابية في المنطقة، وهي تحاربها كلها على حد سواء. مؤسف جدا على التفجيرات التي حصلت في إسطنبول في ميدان سلطان أحمد، وتم التوصل أن هناك أحد من السوريين قام بتفجير نفسه في ميدان سلطان أحمد، ونحن نستنكر ونشهد هذا التفجير. والآن مع الأسف الشديد تم مقتل حوالي 10 أشخاص في هذا التفجير الإرهابي، منهم أجانب ومنهم أتراك. الحكومة التركية سارعت إلى إصدار قرار يقضي بمنع بث أي أخبار أو صور عن التفجير، في وقت كانت وكالة أنباء دوغان التركية تسابقها بإعلان أن الانتحاري الذي فجر نفسه سعودي ويدعى نبيل فاضلي، فيما أشار رئيس مجلس الوزراء التركي داود أوغلو إلى أن منفذ التفجير عضو أجنبي في تنظيم الدولة الإسلامية، وتعهد بأن بلاده ستضع يدها على مرتكبي الحادث وستعاقبهم، مشيرا إلى أن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ستستمر. ووسط الانهماك الرسمي التركي في متابعة تفاصيل التفجير وكثرة الروايات والتحليلات، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء التركي أن منفذ التفجير عبر إلى تركيا من سوريا أخيرا، ولم يكن على قائمة الترقب التركية لمن يشتبه في انتمائهم إلى جماعات متشددة.